عبر الهاتف ينضم إلينا أيضا الأستاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، للحديث عن جهود التحالف في تقديم المساعدات لأهلينا داخل القطاع. أستاذ محمد، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. خليني أبدأ مع حضرتك حيث انتهيت مع دكتور مروة عن فكرة تنسيق الجهود والدور اللي حضراتكم قمتوا به لإعادة ترتيب الأولويات وإيصال حتى هذه المساعدات إلى أهلينا داخل القطاع. تفضل يا فندم. برحب بحضرتك يا فندم. يمكن انا اخد من كلام دكتور مروه واقول لحضرتك ان احنا كان في تنسيق كامل لكافه جهود مؤسسه التحالف الوطني ال 34. كلنا كنا بنشتغل لصالح اهالينا في قطاع غزه، وكان عندنا هدف واحد هو كيفيه الاسراع بدخول المساعدات، سواء كانت مساعدات غذائيه او طبيه، عشان طبعا الوضع المتردي في غزه واهالينا كمان اللي محتاجين المساعدات دي كلها. فكان في تنسيق تام بين كافه المؤسسات، وهدفنا كان هدف واحد. ايوه، عمليه التنسيق دي يا استاذ محمد ازاي تمت؟ يعني يمكن في نقطه كانت بتتكلم فيها دكتور مروه، بغض النظر عن مين المؤسسه اللي جابت مستلزمات او مستحضرات طبيه، كان بيتم الزج بان الادوات الطبيه بتيجي اولويه. حضراتكم عمليه التنسيق دي قمتوا بيها ازاي؟ عمليه التنسيق دي يعني فور تلقينا المعلومات بان هنبدا ندخل الاول المواد الطبيه، بدانا طبعا نقدم الحافلات المحمله بالمواد الطبيه، بالاضافه ان كل مؤسسه يعني الكميات اللي هي كانت بعتها لاخواتنا في غزه، بدانا ان احنا نحط الكميات دي كلها في عربيات واحده ونبعت كل ده من خلال المتطوعين اللي موجودين عند معبر رفح. وزي ما حضرتك يمكن كانت الصور وتناقلاتها كافه وسائل الاعلام، كل المتطوعين كانوا مع بعض من كافه المؤسسات، وكانوا بيقوموا بنقل كميات الادويه بتتحط في سيارات واحده عشان نقدر تعدي السيارات دي كاولويات لمساعده اهالينا في قطاع غزه. انا في الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي.